الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يكتب لكم السعادة في الدنيا والآخرة وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم. وبعد، هذا لقاء من لقاءاتنا في قراءة كتاب الحج من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. لعلنا أن نقرأ شيئا من أحاديثه وننبه إلى أن غدا وبعد غد لا يوجد درس لصيام يوم عاشوراء. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وكتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة وأنا فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي من عهن كان عندي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعرها، ثم بعث بها إلى البيت مع أبي وأهداها وأقام بالمدينة، فما حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان أحله الله له، ولا كان يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حتى نحر الهدي، فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. وأتى مسروق عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقا من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع للناس. هذا الحديث يبين ما كان يقع من اختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كان ابن عباس يرى أن من بعث هديه وجب عليه أن يمسك عن شعره وعن ظفره حتى ينحر الهدي، وخالفه في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. ففي هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يذبح الهدي في الحج ولو لم يكن قد حج، بل يجوز له أن يرسل الهدي من خارج مكة ولو لم يكن قد نسك النسك حجا أو عمرة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من أرسل هديه ليذبح في مكة لم يلزمه أن يمسك عن شعره أو ظفره، بل يجوز له أن يأخذ من شعره أو من ظفره. وفي الحديث من الفوائد مشروعية تقليد الهدي بأن يوضع على رقبتها خيط ويوضع في أطرافه شيء يدل على أنه هدي، من أجل أن لا يتعرض له أحد من الناس. وفي الحديث ذكر ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها من تولي شيء من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كانت تفتل الحبال التي كانت تصنع من القطن. وفي الحديث جواز استعمال القطن. وفي الحديث الوكالة في إرسال الهدي وذبحه في مكة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أبا بكر في ذبح هديه في مكة، وكان ذلك في السنة التاسعة. وفي هذا الحديث
مشروعية إشعار الهدي بجرح سنام البدنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي الحديث مشروعية أن يتولى الإنسان بنفسه تعليق القلائد على بدنته، واستدل جماعة من أهل العلم بالحديث على أن من أراد الأضحية لم يلزمه الإمساك عن شعره أو ظفره، وقد قال طائفة بكراهة ذلك، ورأى الإمام أحمد تحريم هذا استدلالا بحديث أم سلمة الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. وفي الحديث خطاب الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية من وراء حائل كما خاطب مسروق عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث من الفوائد تصويب أحوال الناس التي يظنون أنها عبادة وموافقة للشرع. وفي الحديث بيان أن الأصل في العبادات هو المنع والحظر، ولذا من امتنع عن أخذ شعره أو ظفره تقربا لله عز وجل بين له عدم مشروعية ذلك. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة وبعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن وأمرني فقسمت لحومها كلها، ثم أمرني أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، فقسمت جلالها وجلودها. في هذا الحديث مشروعية بعث الهدي إلى مكة، وفي الحديث جواز أن يذبح الإنسان في الهدي أكثر من الواجب عليه، فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. وفي الحديث توكيل المهدي غيره للقيام على هديه، ما لذبحه وإما لتقسيمه. وفي الحديث الوكالة في ذبح الهدي وتقسيم لحومه. وفي الحديث عدم جواز الاستعاضة عن لحم الهدي بثمن أو قيمة، فيجوز للإنسان أن يأكل منه وأن يهدي منه ولكنه لا يستعيض عنه، ولهذا لم يعطي الجزار شيئاً من الهدي نظير جزارته. وفي الحديث جواز وضع الجلال وهي أنواع من الأكسية والغطاء على ظهور البدن من أجل أن يعلم أنها من الهدي. وفي الحديث أن الجلال الذي يكون على بدن الهدي يشرع أن يتصدق به. وفي الحديث الصدقة بجلود الهدي المذبوح في الحج أو العمرة. وفي الحديث أيضا أن جواز العمل في الجزارة وأنه لا حرج في أخذ الأجرة على ذلك حتى في ذبح الهدي وسلخه وتقطيع لحمه، ولكنه لا يأخذ أجرته مما ذبحه من الهدي. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من الفوائد أن البدن تنحر ولا تذبح، والنحر يكون بذبحها من أسفل رقبتها، أما
إذن النحر يكون بتذكيتها من أسفل الرقبة، أما البقر والغنم فإنها تذبح ويكون بتذكيتها من أعلى الرقبة. وفي الحديث أن الأفضل في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة، بقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، لأنها تكون واقفة، فإذا وجبت يعني سقطت جنوبها على الأرض. وفي هذا بيان أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقيد البدن التي يراد نحرها في الهدي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا لحوم الأضاحية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قوله فوق ثلاث ميناء يعني أيام التشريق، ثلاثة الأيام التي يقيمها الحجيج بميناء. وفيه بيان حال الناس في الزمان الأول أنهم يمتنعون من التزود من أكل لحم هديهم، ثم رخص لهم في ترك ما كانوا عليه من توزيع هديهم، ورخص لهم في ادخار لحوم الهدي بعد ثلاثة. وفي الحديث جواز أن يأكل الإنسان من هديه وأنه لا حرج عليه في ذلك. ومثل هذا في الأضاحي، يجوز للإنسان أن يأكل من أضحيته ولا حرج عليه في أن يأكل منها أو أن يتزود منها أو أن يحفظ لحومها. وفي الحديث التزود باللحوم في الأسفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يفعلون، وقد كانوا يعرضون لحوم الهدي للشمس من أجل أن تجف لئلا يسرع الفساد إليها عند بقائها. وفي الحديث حمل الزاد في الأسفار وفي الغزو ونحوها. وفي الحديث بيان ما كان عليه الناس في الزمان الأول من ادخار اللحوم وأنواع الأكل، وفيه جواز أن يحفظ الإنسان طعامه في ثلاجة أو غيرها فيأكله بعد أيام ما لم يسرع الفساد إليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. في هذا الحديث جواز أن يقتصر الحجاج والمعتمرين على التقصير ولا يجب عليهم الحلق عينا. وفي الحديث إثبات الواجب المخير، إن الإنسان مخير بين الحلق والتقصير. وفي الحديث فضيلة الحلق وأنه أفضل وأعظم أجرا من التقصير. وفي الحديث الدعاء لأهل العبادة والثناء على أفعالهم. وفي الحديث طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الفضل أن يدعى لأهل الأعمال الصالحة، ولذا طلبوا منه أن يدعو للمقصرين. وفي الحديث أن الحلق والتقصير نسك من أنساك الحج والعمرة، وأنه واجب فيهما وليس إطلاقا من محظور، وإنما هو من واجبات النسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين.
قالوا وللمقصرين؟ قالها ثلاثا، قال وللمقصرين. في هذا جواز الاقتصار على التقصير وبيان أن الحلق أفضل، وفيه دلالة على أن الحلق أو التقصير نسك في الحج أو العمرة، وفي الحديث جواز تكرير الكلام، ولذا دعا للمحلقين وكرر الكلام، وفي الحديث بيان أن المقصرين تابعون للمحلقين. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. في الحديث أن جواز الاقتصار على التقصير، وجواز أن يكون بمشقص أو بحديدة أو بغيرها، ولا يلزم أن يكون بمقص. وفي الحديث ذكر التقصير في العمرة، فإن هذا في إحدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضل معاوية رضي الله عنه، حيث تولى تقصير شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. في الحديث مشروعية إلقاء الخطب والمواعظ في يوم عيد النحر في ميناء. وفي الحديث من الفوائد رفع الصوت في الخطب والمواعظ، وفيه خطاب أهل الإسلام باسم الإنسانية، ولذا قال: يا أيها الناس. وفي الحديث اشتمال الخطبة على أسئلة من أجل أن يصل الخطيب إلى تقرير أمر يريده. وفي الحديث من الفوائد تعظيم حرمة يوم النحر، وتعظيم حرمة مكة، وتعظيم حرمة شهر ذي الحجة. وفي الحديث التأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض. وفي الحديث أن الحرمة والتحريم تزداد بازدياد القرائن المحتفة بالفعل. وفي الحديث تحريم أن يعتدى على أموال الناس، إما بأخذ أو سرقة أو انتهاب أو احتيال أو غير ذلك من أنواع أكل أموال الآخرين بالباطل. وفي الحديث تحريم الكلام في أعراض الآخرين، وبيان أن الكلام بالقدح في الآخرين يحرم، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم به. وفي الحديث تكرير الخطبة والموعظة من أجل أن تفهم ويستقر معناها في النفوس. وفي الحديث تغيير الخطيب لحركته من أجل أن ينتبه له. وفي الحديث مشروعية تبليغ الإنسان ما لديه من الأحكام الشرعية إلى الآخرين. وفي الحديث توصية الناس أن يبلغوا أحكام الشريعة وأن يقوموا بدعوة الآخرين إلى ما يعلمونه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن الفتن
وعما يؤدي إلى اختلاف الناس ونزاعاتهم مما يكون سبباً من أسباب اقتتالهم وسفك بعضهم لدماء بعضهم الآخر. وفي الحديث التحذير من سفك الدماء والتأكيد على ذلك لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل للمحرم. في الحديث مشروعية خطبة عرفة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عرنة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة خطبة عظيمة، كان من ضمنها بيان أحكام الإحرام وما يتعلق به. وفي الحديث أن المحرم الرجل لا يجوز له أن يغطي رجليه بلباس يشتمل على جميع الرجل بحيث يكون مخيطاً على هيئة أعضاء بدنه. وفي الحديث أن المحرم لا يلبس الخفين، وفي الحديث جواز أن يلبس المحرم النعل والحذاء. وفي الحديث ذكر جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولم يحدد أو لم يقيد الحكم هنا بقطع الخفين أسفل الكعبين. ولذا اختلف أهل العلم في من لم يجد نعلين ووجد خفين هل يلزمه القطع؟ فقال طائفة بأنه لا يلزمه القطع، لأن القطع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى الحج كما ورد في حديث ابن عمر. وذكر لبس الخفين عند فقد النعلين بدون ذكر القطع رواه ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، قالوا: فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم. والأولون قالوا بأنه من لم يجد النعلين ولبس الخفين لزمه قطعهما، قالوا: لأن الحديث الأول مقيد والحديث الثاني مطلق، والقاعدة أنه إذا اجتمع مطلق ومقيد وكان حكمهما واحدا وسببهما واحدا أن يحمل المطلق على المقيد. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أنه إذا أمكن الجمع لم يصر إلى النسخ، وقد أمكن الجمع لأن من أوجه الجمع حمل المطلق على المقيد، وبالتالي فإنه لا يصار إلى القول بالنسخ. وهذا القول هو المتوافق مع القواعد الأصولية التي وردت في هذا الباب. وفي الحديث أن المحرم لا يجوز له لبس السراويل سواء كانت طويلة تصل إلى الساقين أو كانت قصيرة دون ذلك. وقد ورد عن بعضهم أنه أجاز التبان للمحرم، ولكن ظاهر لفظة السراويل تشمل التبان، وبالتالي فإن المحرم لا يجوز له لبسهما. ويدل عليه أن قاعدة الشريعة منع المحرم من لبس ما فصل على قدر العضو في جميع بدنه. أيضا من الفوائد جواز لبس المحرم للإزار، وفيه أن من لم يجد الإزار جاز له لبس السراويل. نعم. وعن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين
فإذا زالت الشمس رمينا. في هذا الحديث من الفوائد أيضا أن مما يشرع في الحج رمي الجمار، وهو واجب من واجبات الحج، وفيه أن رمي الجمار له وقت محدد في الشرع يجب الالتزام به. وفي الحديث أن أفضل أوقات الرمي وقت رمي الأئمة الذي يقتدون فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن من رمى بعد زوال الشمس في أيام التشريق فإن رميه مجزئ. وقد استدل الجمهور بحديث الباب على عدم إجزاء الرمي قبل الزوال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال ويؤخر الرمي إليه، بل في يوم 13 بقي في منى لا لغرض إلا لرمي الجمار، ولم يرمها إلا بعد زوال الشمس، مما يدل على تقييد وقتها بزوال الشمس. وذهب طائفة من الفقهاء كما هو أحد القولين عند الحنفية وأحد الأقوال في مذهب أحمد إلى جواز الرمي قبل الزوال، وكان مما استدل به لهذا القول قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قالوا: ومن ذكر الله جل وعلا رمي الجمار، وقد جعل جميع اليوم وقتا للذكر، ومن ذلك ما قبل الزوال. قالوا: ومما يدل عليه قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فأجاز التعجل في اليوم الثاني في أي جزء من أجزائه، وذلك كما يصدق على ما بعد الزوال يصدق على ما قبل الزوال. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فانتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستبطن الوادي حتى إذا حاذ الشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة من بطن الوادي. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. في الحديث صحبة أهل الخير والفضل في أداء نسك الحج، ولذا كانوا يصطحبون الصحابة ليقتدوا بهم ويسيروا على طريقتهم ويتعلمون منهم. وفي الحديث رمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، وهي ترمى في جميع الأيام، أما في يوم العيد فإنها ترمى وحدها، وأما في بقية الأيام فترمى بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، ولذلك سميت الجمرة الكبرى. وفي الحديث ذكر الطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بها إلى جمرة العقبة، حيث جعل الكعبة المشرفة عن يساره ومنى عن يمينه، ووجهه جهة الشمال والجنوب خلفه، وحينئذ استبطن الوادي حتى إذا حاذ الشجرة اعترضها، وكان هناك شجرة بجوار جمرة العقبة. ولكن هذا المكان ليس مقصودا لذاته، وإنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمي من ذلك الموطن من أجل أن يكون هذا أسهل لوصوله إلى الجمرة العقبة، فليس المكان مقصودا لذاته على الصحيح. وبالتالي فإن السنة في هذا الباب أن يختار الإنسان أيسر الطرق
والمنافذ المؤدية إلى جمرة العقبة. وفي الحديث من الفوائد أن جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، وجمهور على وجوب ذلك، وقد أجاز طائفة الاقتصار على ست، وراوا أن السابعة مكملة لما ورد في حديث مجاهد عن سعد قال: رمينا الجمرة، فمنا من يقول رميت بسبع، ومنا من يقول رميت بست. وفي الحديث من الفوائد أن المشروع عند رمي الجمرات أن يكبر الرامي بدون أن يذكر بسملة أو صلاة على النبي أو غير ذلك من الأذكار. وفيه أن التكبير يكون مع كل حصاة، وظاهر هذا الجهر بالتكبير الذي يكون عند رمي الجمار، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم إلا لكونه قد جهر به فسمعه الناس. وقوله إن ناسا يرمونها من فوقها، جمرة العقبة سميت بهذا الاسم لكونها في جانب مرتفع يقال له عقبة، فأكثر الناس يرمونها من أسفل من الجهة المقابلة لجهة الجبل. وكان بعض الناس يأتي فيرمي جمرة العقبة من فوق الجبل، ولذلك سئل ابن مسعود فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها، وقد كان ذلك في عهد الصحابة ولم ينكر هذا أحد، وإنما بيّنوا لهم أن الأولى رميها من بطن الوادي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا على جواز جعل الأدوار في رمي الجمرات. وقد كان هذا موجوداً إلى عام 1395 للهجرة، حتى وضع الجسر الأول الذي جعل بعض الناس يرمي من أعلى. فاستدل بكون بعض الناس في عهد النبوة وعهد الصحابة يرمون جمرة العقبة من فوق على جواز الرمي من الأدوار العليا. وفي الحديث من الفوائد الإقسام بالله عز وجل لتأكيد الرواية. وفي الحديث بيان أن القرآن بعينه قد نزل من عند الله جل وعلا، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو بعينه كلام رب العزة والجلال، وأنه النازل من عند رب العزة والجلال. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، كما نسأله جل وعلا أن يجمع كلمة أهل الإسلام على الخير والحق، وأن يوفقهم لاتباع السنة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.